محمد الشناوي في خلال مشوار بطولة دوري أبطال أفريقيا كان ليه تصديات مهمة في مباريات مهمة، يعني نتذكر منها مباراة بلاتينيوم هناك شوطة يعني أو تزية كانت قوية صدها، مباراة النجم الساحلي عندنا في ملعبنا كان ليه تصدي من كريم العريبي، ده كان مهاجم النجم الساحلي. في مباراة سان داونز كان ليه تصدي مهم. التصدي الأهم في ركلة جزاء مباراة الوداد في المغرب. ميشيل شايف التصدي الأفضل في بطولة دوري أبطال أفريقيا لمحمد الشناوي كان إيه من وجهة نظره؟ Bah, ils sont tous déterminants, moi je dirais. Il y en a pas. كانوا فاعلين، كانوا حاسمين بالنسبة للفريق كمان. لكن أعتقد مثلا في ماتش زيمبابوي إحنا كنا مغلوبين 1-0 لما حصل عمل التصدي ده. كان صعب جدا، كان الأرض أرضية الملعب كانت سيئة وكان في حرارة، ولعبنا الساعة 3 الظهر كان في حرارة الجو عالية وكان في رطوبة عالية. ماتش السودان قدام الهلال برضو أنقذ كورة، وفي ماتش سان داونز كان مهم جدا بعد خمس دقايق، بعد خمس دقايق كان صد انفراد مهم. وفي ماتش الوداد في المغرب ضربة الجزاء اللي تصدى ليها كان ممكن يخلي النتيجة 1-1، كان يغير شكل المباراة. عشان كده بقول لك لازم يكون حارس مرمى النادي الاهلي حارس مستوى عالي، حارس مستوى عالي. ده مش ان هو يكون نتيجه احنا يعني متصدرين وكسبين 5-0 يبتدي يصنع الفارق، يحسس على الفارق وقت ما نكون احنا مغلوبين او في لحظات صعبه للمباراه. لما تكون بتلعب فريق لما تكون مع فرقه مستواها الفني اقل منك مفيش عليها ضغوط، فمفيش اي حاجه ممكن تحصل، انت ممكن تصد براحتك مفيش ضغوط عليك. لكن بيجي لك مباراه ما يكونش ليك فرص كتير، بيجي لك فرصه او اتنين وبيجي لك عليك فرص كتير، لازم يكون عليك فرص كتير، لازم تتصدى وتنقذ فرقتك. معناها ان حارس المرمى لازم يكون مركز طول المباراه. بالنسبه لفرقه زي النادي الاهلي مش ممكن الحارس يسمح نفسه لدقيقه واحده حتى يكون مش مركز، لازم يكون مركز طيله المباراه، لان احنا فرقه بنستحوذ. ولما تكون الفرقه الثانيه بتجي لها فرصه ممكن ترجع للمباراه، لازم تصنع الفارق. انت كحارس مرمى لازم تكون حاضر وتثبت وجودك كحارس مرمى النادي الاهلي. محمد الشناوي بيقدر يعمل ده كويس جدا بشكل كبير، لانه الاصعب فعلا في اللحظات دي انك تظهر وجودك. ماتش مقفول خالص ويدخل فيك جول، حتى مش غلطتك كحارس مرمى، حتى مش غلطه الحارس. احنا بنقول دايما في كره القدم في العالم كله بنقول كده، يعني كره فرصه بجون بتغير شكل المباراه، ودي صعوبه بتبقى على الحارس انك تحاول قدر الامكان تتصدى الفرصه. لازم يكون كحارس مرمى يكون مركز كويس جدا، بتبقى تثبت نفسك في المباراه.